السلام عليكم ورحمة الله خوت، كيف دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم نوفيل فيديو ان شاء الله بالنسبة للبيلوطا. راه درت لكم واحد المونتاج ديال البيلوطا، كيفاش تعجن البيلوطا وكيفاش المونتاج ديالي انا ديال البيلوطا. المهم غادي نوريكم الحاصلة، ومن بعد في الفيديو غادي تلقاو المونتاج ان شاء الله وكيفاش كندير البيلوطا. ونتمنى كلكم تخليوا لي تعليقات على البيلوطا وكل واحد كيفاش كيدير ليه. المهم الحاصلة اللي جاب الله من مدينة بوزنيقة، هادشي اللي جاب الله، الله يجعل البركة. الحمد لله ما بقيناش بلاش فوالا، نشرعوا فيه نص كيلو. ها هو نشرعوا تا هو فيه نص كيلو، لا دوراد هادي فيها نص كيلو، تا هي نشرعوا فيه نص كيلو فوالا. هادشي اللي كاين الخوت، هانتوما هاليدي الحوت، هاليدي عشرة كما كتشوفوا، هادي هي الحوت. دورة هذا زويونة، جوج شراغا ديال نص كيلو وقرف واحد ديال 200 غرام ولا 200 وشوية. المهم نتمنى تعجبكم هاد الحصيلة، كملوا بالنسبة للمونتاج وداك الشيء في البيلوطا، والله يرحم الوالدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير. المهم شحال من واحد الاصدقاء كيقول لي يا طلال وري لي المونتاج ديالك ديال البيلوطا وكيفاش كتعجن البيلوطا. اليوم غندير لكم مونتاج ديال البيلوطا ديالي انا وعلاش، وغنوريكم كيفاش انا كنصاوب بيلوطا وعلاش. اولا القصبه الماكينه ديال البيلوطا معروفين على حسب عدد الناس كيفاش غادي يخدموا، كله القصبه اللي عنده وكله الماكينه اللي عنده. المهم دابا انا غادي نصيد هذه المغربيه، غادي نصيد بالليل. اولا الجليده ديال ستيرلايت كنديرها هي الاولى، بالي البولة بلي هاي ستيرلايت، كنجي كندير طندورة أو سرسارة، هاهي شوفو طندورة أو سرسارة. بسم الله نسرد عقدة، كان عقد مزيان، خلينا عقد مزيان، العقدة تعقد ليا مزيان، تعقدت لي العقدة وطرطقات. علاش؟ ما درتش ليها الريق مزيان. دابا عقدة خدامة فوالا، نجي ترقيعة الحمامية 26 الخوت. المهم ترقيعة مزيانة تكون خدامة مخيرة على حساب انت باش غادي تصيد، كله باش كيصيد الخوت، كله الطريقة كيفاش كيصيد. عاوتاني انا كنوريكم المونتاج ديالي انا 26 انا كنديرها ملي كنكون هنا في الداخل، ملي كنكون كنصيد في الداخل كيكون شويه الحوت حساس كيشوف كيلاحظ مزيان، عكس الصحراء. الصحراء كيكون شويه حوت غليظ، كندير اقل ترقيعه انا كنديرها في الصحراء هي 30، كذبش عليكم، ولكن ما كنديرش شي فيزكا صغر من الخمسه، كندير الخمسه ولا الربعه. غنقول لكم علاش كندير الخمسه ولا الربعه، هاد مرات كيضرب عندي الحوت، الى تشوف الفيديوهات كنرد مجهد، انا كنرد مجهد باش الى الحوت الى لصقت فيه الفيجكا ما يتفلتش، الا طلعت مع الفيجكا ديالي هنا فهاد كما كتشوفوا في الطاسه، كاين فيزكات ديال الخمسه وكاين فيزكات ديال الربعه. شو الربعه قداش والخمسه قداش؟ الربعه كتكونسومي البيلوطا ولكن الى وغلات مشات، ولكن هذه الا مشات تدارت في الحوت عمرو غيطلق الخوت ديالك يطير السما ولا ينزل الارض. كتكونسومي البيلوطا الى وغلات كتمشي، ولكن الى مشات تدخلت في الحوت راه كون على يقين هذاك الحوت راه ديالك 100%. المهم كملوا، انا حيت انا كنصيد دابا في الداخل غندير الخمسه، خمسه غيضرب عندي شرغو بوري اللي كان خاصني ما نفلتوش، ما كنديرش 6 و7 حيت صغيره بزاف، انا ما مصلحتيش الحوت يسرط نعاود نجبد فيش كنعاود نرقع عاوتاني، خاصني نكون مسربي ما نضيعش الوقت، الا صرات لي الحوت غنضطر انني نقطع جبد فيزكا رقع عاوتاني. المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا مونتاج واحد 50 سنتيمتر ولا 30 سنتيمتر ما بين الفيزكا والسرساره، العداده راه ما كنديرهاش انا باش كنقلب مع الحوت كيبقى يكركب ليه. المهم ندوزوا البيلوطا كيفاش كتخدم. غنحتاج في البيلوطا كيلو ديال السرديل، كنعطيكم انا غير هنا واحد العدد باش تفهموا، كيلو ديال السرديل
مع كيلو لاروب ديال السميده رقيقه، مع شويه زيت كابايله، شويه رمله حرشه كيف ما كتشوفوا، رمله حرشه غليظه. علاش كندير السميده؟ عدد من الناس كيقول لك خويا طلال علاش ما كديرش فورس، نقول لك علاش كان ما كنديرش فورس، حيت فورس ملي كنعجن بيلوطه كتعطيني كميه كبيره، نقدر كيلو السرديل مع نص كيلو ديال الفورس وقيمه ديال الرمله غتعطيني بزاف، ولكن راه ملي كتقيسني شي موجه في يدي ولا الماء في يدي كتولي ديك البيلوطه كتعجن بزاف، عكس السميده. السميده كيلو لاروب مع كيلو السرديل كيعطيك بيلوطه ناضيه قاصحه، ماشي بزاف، ما كطيحش من البي، ما كطيحش من الفيزكا، وحتى لا رشاتك الموجه كتسرد في البلاصه كديرها كتعاود ترجع هذيك السميده كتولي لحم. عدد من الناس كيصيدوا بالبيلوطه يخليو دي كومونتير على هذه القضيه، هذه السميده كترطاب كتولي بحالها بحال لحم واحد وما كتبقاش تعجن ملي كيقيسها الماء، ما تخافش عليها. المهم نبداو بسم الله. شرب كول عندي هنا شد لي الحوت ما تشدش لي وجهي دابا باش نفهمو. الله يرحم ليهم الوالدين. الحوت انا كنحيد ليه الشكامه. علاش كدير فيه الرمله السي الرئيس؟ كندير دابا الرمله باش كنحيد الشكامه او القشره. اما انا الخوت ما كندير بحال كاين بعض الناس كيشد بيلوطاش كيدير كيحيد المصران كيحيد السنسول بحال ما هكايا، انا كنوريكم دخل عندي اش كيدير. لج كيدير هكا كيخلي غير الهبره بحال ماك. اي متفق معاك اخويا، هذه طريقه اخرى مزيان، ولكن انا اخويا اش كندير؟ كندير بحال ماك. نقول لك علاش، نقول لك الطريقه ديالي وكل واحد كيتحترم على حسب الطريقه والتكنيك اللي كيدير باش كيخدم. نقول لك اش كندير، كندير بحال ما هكايا، كنخلي هذا الفليق كامل محيده منه غير القشره، هذا كامل كنعجنو. علاش؟ ملي كنعجنو كيبقاو اخويا الطروفه ديال الفليقه ديال السرديل بهذا البريون ديال الجلده ديالو. ملي شوفي ملي كنتر ملي كنتر بيلوطه كيمشيو دوك الطريفات ديال اللحم بالبريون ديالهم كيبقاو يلعبوا، الحوت كيبقى يلقب كيعرف راه كاينه ديك البلاصه فيها السرح فيها الطعم. كملوا الله يرحم الوالدين. المهم كيف ما كتشوفوا الخوت، ها انتم الفليقه ديال السرديل هادو كاملين دابا غنعجنهم غيدي لكم مع بعضياتهم. وبالنسبه للخوت اللي كيدور عندي كاميرا في الصحراء، عاوتاني ما كنديرش هاد الخدمه. علاش؟ حيت في الصحراء السميده ما عنديش، في الصحراء كنخدموا بالفورس، يعني خاصني كونتيتي كبيره ديال البيلوطه كنديروا في الصحراء. البيلوطه كنديروا من السرديل كيكون الفورس عندنا باش كنعجنو، كنديرو خبز ولا بوخمير ولا كيف ما كتشوفوا في الفيديوهات كيكون معنا الفورس، كنديرو الرمله كثيره وكنجمعوها كنجمعوها بالفورس. والزيت كبايله مني كتقاد ليا، هذه اللي غتجيكم شويه غريبه، الزيت كبايله مني كتقاد ليا ولا زيت سردين باش كنصاوب بيلوطه. مني كتكون عندنا شي مقله ديال الحوت كنقليو الحوت باش كناكلو، هذاك الزيت اللي كيشير كنخليها تبرد الحوت وكنديرها في قرعه. هادي اللي غادا تقدر تجيكم غريبه، وهداك الشيء كامل اللي كتشوفوه في الصحراء ما كنخدمش بزيت كبايله، وهذوك الكميات اللي كتشوفوا ديال الحوت اللي كطلع راه ماشي بزيت كبايله، عاد بزيت ديال القليان ديال الحوت. ملي كنقلي الحوت باش ما نضيعش ديك الزيت باش نخدم بها سميتو عليا، في عوض ما ندير شي حاجه باش نرطب بها البيلوطه باش تدعك كندير داك الزيت ديال الحوت، وكتخدم ليا 100% الحوت. هذا هو اللي غادي يجيكم غريب. نكملوا العجينه.
المهم كيف ما شفتوا البيلوطه ها هي وجدات الخوت. هاد الطريفات اللي قلت لكم ديال الفليقات اللي كيبان قرب شوف ديما هاد الطريفات هادو ملي كترش كيبقاو غاديين. هاد الحيمات كيلعبوا مع التيار مع الكوران وما كيجلبوا الحوت. قرب هنا شوف ها انتو شوف ها انتو ها انتم ها انتم. انا هادي هي البيلوطه ديالي ولكم واسع النظر وكل واحد كل رئيس كيتحترم على داكشي اللي كيبغيه هو اللي كيحب يدير. انا شحال من واحد كيطلبني وكيقول لي خويا طلال ورينا. انا وريتكم داكشي اللي كندير وكل واحد عاوتاني واش كيدير كل وكيدير طريقته اللي هو مولف. هذه راه هي اللي تعلمت بها وهي اللي بقيت كنديرها من عند الناس الكبار. السلام عليكم.